بكم اعزائي المتابعين، اهلا بيكم في كل وقت وكل مكان. يا رب تكونوا دايما في افضل حال. النهارده هنتكلم عن التحدي الخاص بامر الغيلان او الجوبلين واردن. تعالوا نشوف مع بعض نعدي التحدي ازاي. زي ما احنا شايفين المخطط تاون 15، القصة كلها احنا عايزين نخلص من مبنى قلعة القبيلة ومن مبنى التاون باستخدام الجوبلين. طيب بس المنطقة دي فيها فخاخ كتير، والفكرة كلها ان اعرف انزل سحر الاخفاء او تعويذة الاخفاء بحيث ان انا اخفي الجوبلين وفي نفس الوقت مخفيش المنشأ. طب تعالوا نشوف مع بعض كده نعملها ازاي. اول حاجة انا هنزل واحد عشان افعل الفخاخ اللي موجودة هنا، كمية القنابل والفخاخ. تمام، اجي بعد كده انزل 5 وسحر الاخفاء اهو بحيث ان انا اخفيهم لكن مخفيش مبنى قلعة القبيلة، وكده بقى انا تخلصت من حتة خروج الدعم. طيب هعمل نفس القصة مع مبنى التاون اهو، دول التمانية اللي فاضلين، وهنزل برضو سحر الاخفاء بحيث ان انا اخفي الجيش لكن مخفيش المبنى نفسه. كده تم تدمير التاون. ابدا انزل بقى هنا الامر ارضي وانزل معاه الهيلر، وهيكون في اشتباك قوي في الاول، فهحاول افعل الريج او انزل الريج بحيث ان انا الهيلر تزود صحه الامر بسرعه. اول ما الامر يخلص ضرب فيهم هنزل بعد كده الجيش. لو لقيت الامر حدف يمين يبقى هنزل الهوك من اليمين، لو لقيته حدف شمال انزلهم من الشمال على حسب الاتجاه اللي هو هيروح له. المفروض ان انا كنت احافظ على صحته عشان افعله مع الهوك، كده هتبقى مشكله. اه هدف هنا، انزل الهوك كده فعلته معاهم. وهدخر الاخفاء الشفاء والسم للجزء التاني من المخطط، وهنزل عندنا 2 ساحر عشان يدمروا الكلام ده. انزل هنا الشفاء والسم، هوكات مكملة اهو، خلاص كده يعتبر ما عادش في دفاعات، فاضل المنجنيق ده يخلص منه، في تسلا في الاخر خالص اهي، وكده بتنتهي بمنتهى السهولة. طبعا صيادة الملوك عاملة شغلة وهي اللي دمرت مخازن الاكسير هنا، والهجمة سهلة وبسيطة ما فيهاش اي مشكلة.